قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله حمدا يزكو جديده ولا يحصى عديده. الحمد لله حمدا دائما لا ينفد أبدا. الحمد لله حمدا لا ينتهي مددا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله خالق كل موجود ومفيض الخير والجود على كل قاص من خلقه ودان. الحمد لله على ما أسال من وابل الآلاء وأزال من وبين اللأواء وأسبل من جميل الغطاء وأمال علينا من كفيل الإحسان. الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله المتوحد بالألوهية والبقاء والعز والكبرياء، وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الجبار الذي لا يرام، العزيز الذي لا يضام، القيوم الذي لا ينام، ما قام مخلوق بحقه، المولي بفضله على جميع خلقه. سبحان من خضعت له الرقاب، سبحان من ذلت لجبروته الصعاب، سبحان من لانت لقدرته الشدائد الصلاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وصدق الله وصدق الله وصدق الله ذو العظمة والجلال، صدق الله الكبير المتعال، صدق من تقدس عن الأشباه والأمثال وجل عن الفناء والزوال، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبنا به كفيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي أرشدنا إليك ودلنا عليك وهدانا إليك، نشهد بين يديك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين ممتدين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد على تتابع إحسانك وترادف امتنانك. اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه.
سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات الخلود. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اهدنا لأخلاق القرآن، اللهم أدبنا بأدب القرآن، اللهم ارزقنا بركة القرآن ونور القرآن وهدى القرآن، وأغننا بالقرآن وأغننا بالقرآن، واكفنا بالقرآن واشفنا بالقرآن، وارحمنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن يا كريم يا منان. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولقلوب اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأدوائنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم لا تجعل القرآن بنا ماحلا، ولا الصراط بنا زائلا، ولا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا معرضا ولا موليا، واجعله لنا شافعا مشفعا، واجعله لنا شافعا مشفعا، واجعله لنا شافعا مشفعا. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا بكأسه مشربا هنيا سائغا رويا، لا نشرب بعد، لا نظمأ بعده أبدا. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك.
أطعناك بفضلك وعلمك وإذنك والمنة لك، وعصيناك بعلمك والحجة لك، وما عصينا إذ عصيناك ونحن بعذابك جاحدون ولا بعقابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا. اللهم أنت رجاؤنا، اللهم أنت رجاؤنا، وأنت ملاذنا، وأنت عياذنا. اللهم أنت رجاؤنا إذا أغلقت الأبواب، وأنت رجاؤنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا ربنا، يا خالقنا، يا مولانا، يا غاية رغبتنا، يا الله، يا الله، يا الله، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا من النار. يا كريم، يا كريم، يا كريم، يا عظيم، نسألك يا الله كما جمعتنا في مسجد حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجمعنا في الجنة بحبيبنا محمد، اللهم اجمعنا في الجنة بحبيبنا محمد وآل حبيبنا محمد وأتباع حبيبنا محمد وأصحاب حبيبنا محمد، احشرنا في زمرتهم وفي معيتهم بمنك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها ألفتنا، وتصلح بها أعمالنا، وتزكي بها نفوسنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتعصمنا بها من مضلات الفتن يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا عقيمًا إلا رزقته، ولا شابًا إلا هديته، إلا هديته وأصلحته، وأغنيته ووفقته وأسعدته، ولا فتاة إلا سترتها وأسعدتها وحفظتها ورزقتها ووفقتها يا رب العالمين، ولا عدوا للإسلام إلا خذلته، ولا عدوا
وللكتاب والسنة إلا قصمته يا رب العالمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، وحلالا طيبا نكتفي به. اللهم هب لنا صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، وأغننا برحمتك عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما تحب، اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأنفسنا، ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الرحمة، اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العافية دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الرزق أوسعه، ومن العلم أنفعه، ومن العمل أصلحه وأنفعه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا، ومن شر قلوبنا، ومن شر أسماعنا، ومن شر قلوبنا. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ومحوت عنه آثامه وأصلحت قلبه فاستعد لما أمامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا بالرضوان، اختم لنا بالرضوان. تقبل منا شهر رمضان، تقبل منا صيام رمضان، تقبل منا قيام رمضان. يا كريم يا منان، يا كريم يا منان. اللهم إنا قد تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا برحمتك وغفرانك. اللهم عمنا جميعا، اللهم عمنا جميعا بعفوك، اللهم عمنا جميعا بعفوك وغفرانك، واجعل الموعد بحبوحة جنتك. يا عظيم الرحمات، يا عظيم الرحمات، يا عظيم الصلات، يا جزيل الهبات. اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر، اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم، اللهم إنهم أعطونا فأعطهم، اللهم إنهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم،
اللهم إنهم قد غفروا لنا فاغفر لهم. اللهم اشف أسقامهم، اللهم اشف أسقامهم، اللهم عافي أبدانهم، اللهم استجب دعاءهم، اللهم حقق لهم مناهم يا سميع الدعاء. اللهم بارك لهم في حياتهم، اللهم اغتنمهم بالصالحات من أعمالهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم نورا، اللهم املأها عليهم سرورا، اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا، ومن كان منهم معذبا محزونا فبدل حزنه فرحا وسرورا. يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، يا ناصر المظلومين، يا قاهر الجبارين، يا قاصم الظالمين، يا قاصم الظالمين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم طال لين الظالمين وطال البلاء على إخواننا المسلمين، اللهم عليك بالظلمة المعتدين والكفرة المجرمين والمفسدين والمفسدين المتربصين بالإسلام والمسلمين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الفتن والحروب والصراعات والنزاعات والثورات يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الفتن والحروب والصراعات والنزاعات والثورات يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا المملكة العربية السعودية أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا وجماعتنا وألفتنا وعلماءنا ومشايخنا وقضاتنا وقيادتنا وولاة أمورنا ورجال أمننا ورجال الحسبة فينا، والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين، والعاملين في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين يا رب العالمين. اللهم احفظهم ووفقهم واقبل منهم يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم بارك له في أولاده وفي عقبه يا رب العالمين. اللهم متعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم سدد آراءه وأقواله وأفعاله يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ابسط الأمن والرخاء والاستقرار على جميع أوطان المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، واجعل عليهم عذابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين المجاهدين على حدودنا وثغورنا، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وقوي عزائمهم، وانصرهم على القوم الظالمين، وانصرهم على القوم الظالمين يا رب العالمين. اللهم ضاعف مثوبتهم وأجرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم احفظ لهم أهلهم وذرياتهم وأولادهم يا رب العالمين، وردهم إلى ديارهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالرضوان، اللهم اختم لنا بالرضوان، اللهم اختم
واختم لنا بالرضوان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد على التمام، اللهم لك الحمد على التمام، ولك الحمد على الختام. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة على من حضرها، على من حضرها، وعلى من سمعها، وعلى من أمن على دعائها. اللهم أنزل من بركاتها على أهل الدور في دورهم، وعلى أهل الثغور في ثغورهم، وعلى أهل القبور في قبورهم، يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. إلهنا نختم دعاءنا يا سابغ النعم أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين، وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك سحر المسحورين، اللهم فك سحر المسحورين، وارفع الضر عن المتضررين. اللهم بقدرتك وعزتك وقوتك، اللهم أبطل سحر السحرة المكرة الفجرة يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي المصطفى المختار، وآله الأطهار، وصحابته الأبرار، المهاجرين منهم والأنصار، وارض عنا معهم يا عزيز يا غفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. الحمد لله، الحمد لله،
الحمد لله على نعمة التمام. اللهم تقبل منا يا كريم يا منان.